احنا مجهزين مش مشكله احنا نستنى بس مش احنا نحن جاهزين أيدينا ممدودة بهذه المؤسسة الأمنية اللي هي جزء من المؤسسة الرئاسية لإخواننا في المؤسسة الوزارية اللي الآن مطلوب من حماس تشكيلها. سنتكامل معها من أجل فلسطين، من أجل المشروع الوطني الفلسطيني، لا من أجل أن نعيش بأحقاد وبخلافات مر عليها الزمن. ما حصل من أخطاء مداني، والخروج على النظام العام مدان، وإطلاق النار مظهر غير لائق وغير لا يجوز أن يكون في مؤسسة أمنية.